هي الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام الجماعة يوم 27 فبراير 2024. إن ضحايا جزية الفلاح الذين لا زالوا ينتظرون تسلم بقعهم منذ 30 سنة. أولا يستنكرون تجميد من الفلاح منذ انتخاب المجلس الحالي رغم وجود تصميم مصادق عليه والذي يعتبر مكسبا وأرضية جيدة للانطلاق إلى الأمام. ثانيا يتساءلون عن الجدوى من اتخاذ مقررات جماعية وعدم تفعيلها، والإشارة تخص المقرر الجماعي الذي بموجبه فوض المجلس للرئيس تعديل تصميم المصادق عليه منذ سنة ولا أثر للتفاعل الإيجابي مع هذا المقرر. ثالثا يحملون رئاسة المجلس مسؤولية الأضرار التي لحقت وستلحق بالمنخرطين كنتيجة للمنهجية التي تعتمدها في تدبير هذا الملف والتي تتميز بغياب الإرادة وانعدام التواصل. رابعا يدعون رئاسة المجلس إلى تجاوز الانتظارية واتخاذ المبادرات التي تساعد على حل حالة ملف الفلاح بتسريع الإجراءات الضرورية التي من شأنها تجاوز وضعية الجمود الحالية. خامسا يتشبثون بنهج اليد الممدودة وتكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة تجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. سادسا يقترحون تخصيص مساحة خاصة للمنخرطين من أصل 25 هكتار التي مولت بمساهمتهم كحل بديل إذا تعذرت الحلول الأخرى. سابعا يؤكدون الاستمرار في الدفاع عن حقهم المشروع بكل الوسائل التي تكفلها القوانين والمعمول بها. انتهى البيان. شكرا.